شكرا ليك يا شاذلي. خلينا نروح سريعا نشوف لمياء حمدين وصلت فين ونعرف منها اخبار الشوارع في اخر تحديث مروري في حلقتنا النهارده. صباح الخير عليك يا لمياء، من جديد وصلتي لفين؟ بصبح عليكي مرة تانية منا وعلى جمانة وشاذلي وعلى كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في آخر جولة مرورية في صباح الخير يا مصر النهاردة. الحقيقة أنه الطرق بدأ الذروة يعني نتابعها دلوقتي، إحنا دلوقتي على كورنيش النيل أمام مسبيرو بالتحديد في الاتجاه اللي إحنا ماشيين فيه. على اليمين في سيولة مرورية موجودة، لكن في الاتجاه الآخر في بعض الكثافات المرورية الواضحة. لكن خليني بس أحذر بعض الناس، أي أعطال بتكون على الطريق لازم نتصل برقم الإغاثة المرورية اللي رقمها 012-314-4 أصفار. ما فيش داعي إن إحنا نقف ونحاول إن إحنا نبص على العربيات أو الأعطال اللي موجودة في الشارع، لأن أنت بتعطل نفسك وبتعطل الناس التانية، فما فيش داعي من ده. الإغاثة المرورية تقدر إن هي تساعدنا في أسرع وقت وبأحسن طريقة. خلينا نتكلم كمان على الكثافات المرورية اللي موجودة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، موجودة بشكل واضح بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، مع دخول طبعا الموظفين اللي بنتابعهم تقريبا كل يوم. كمان نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير ظهرت بعض الكثافات، أعلى كمان كوبري الجامعة، وبينتقل رجال المرور طبعا لسحب الكثافات من أعلى الطرق. في كثافات تانية موجودة على كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو. يعني بشكل سريع دي كانت جولتنا المرورية النهاردة، وبنتابع معاكم طول الوقت. يا منى إليك. شكرا ليكي لمياء حمدين على التحديث المروري وعلى الجولة المرورية اللي قدمتها لنا النهاردة من مختلف الأماكن. بنأكد على الرقم اللي لمياء قالته للإصلاحات 012-111-4 أصفار، ده الرقم اللي نتصل بيه في حالة وجود أي مشكلة في العربية أو وجود أي أعطال. نرجع تاني لشاذلي وجمانة نستكمل حلقتنا.